أكشي ما بقى له أي دخل بهاي الشركة نهائيا. رح استنى جوا، اكتبوا لي كل مطالبكم بهاي الثانية ورح نلاقي حلول لكل المشاكل مع بعضها. إجا السيد أكشي. ممكن تطلب منه يروح من هون؟ ما بدي أحكي معه أبدا. أنتوا روحوا هلأ، اكتبوا شو هي مطالبكم وأنا رح ألحقكم. حاضر. يلا تحركوا. آسف سيد أكشي، السيد سوكيت ما بيسمح لك تفوت. ماشي، تعال معي هلا. عن جد شي غريب، ما حدا سكر الباب، معقول هالشي؟ خلص ما تعب. حريق؟ حريق؟ البابا ضل جوا. ايه صح بابا. مقفول؟ الباب مسكر. مين معه المفتاح؟ يلا افتحوا الباب يا شباب. المفتاح. مين معه المفتاح؟ يلا. حريق حريق يا حارس، حريق. دحولي، مين سكر؟ دحولي يا حارس. لكن يلا بابا 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 يا شباب. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.